العاصفة الترابية من محافظة أسوان السياحية بعد أن ضربت المحافظة السياحية بقرابة 10 ساعات. كلنا تابعنا امبارح محافظة أسوان وما حدث بها من ضربها من خلال عاصفة ترابية وسقوط أمطار سرية على مراكز محافظة أسوان وعلى جميع مناطق المحافظة، وأدى إلى حدوث مشاكل في الشوارع وأعمدة الإنارة وسقوط أعمدة كمان وسقوط بعض الأشجار داخل المحافظة. وعلى الفور كان أعلن محافظ أسوان رفع درجة الاستعدادات لرفع كمية المياه وشفط المياه من داخل الشوارع نتيجة سقوط الأمطار. زي ما حضراتكم شايفين كمان بدأت تتساقط بعض الأمطار الخفيفة على محافظة الأقصر عقب وصول العاصفة الترابية مباشرة مع بدء وصول الأصوات الرعدية. وكمان بخصوص محافظة أسوان تم اتخاذ عدة قرارات بخصوص إغلاق الطرق السريعة وإغلاق بعض الشوارع حفاظا على صحة المرة من المواطنين. تم إعلان تحذيرات من خلال هيئة الأرصاد الجوية بخصوص بدء سقوط عدد كبير من الأمطار وعواصف ثلجية تتعرض لبعض المحافظات في جنوب الصعيد وجنوب مصر. قدمت كانت من محافظة أسوان وقبل ذلك من السودان واتجهت لمحافظة الأقصر، ومن المقرر وصولها لمحافظة قنا في خلال ساعات حسب ما ورد من خلال هيئة الأرصاد الجوية. بيان الأرصاد الجوية كان صدر مساء أمس كان يستهدف الحذر من السير في الطرقات في تلك الأوقات وغلق الطرق العامة تخوفا على حياة المواطنين نتيجة العواصف الترابية والتي قد يحدث بعض المشكلات المرورية والحوادث نتيجة هذه العواصف. زي ما حضراتكم شايفين بدأت أصوات البرق في السماء وبعض الإضاءات الرعد. محافظ الأقصر خلال اليومين اللي فاتوا كمان في ظل التحذيرات كان أعلن عن عدة قرارات، أهمها طبعا تجهيز سيارات الإسعاف من خلال مرفق إسعاف الأقصر في حالة حدوث أي مشكلات أو كوارث. وكمان تم اتخاذ عدة قرارات أخرى بخصوص المستشفيات واستعدادها لاستقبال أي مصابين أو مرضى في حالة وجود أي مشكلات في الطرق أو حوادث أخرى خلال مرور العاصفة الترابية بالمحافظة السياحية. زي ما حضراتكم شايفين تواجد كثيف للسحب في السماء، من المتوقع هطول كمية كبيرة من الأمطار خلال الدقائق القليلة الماضية.